اللي هي كيك الليمون والنعناع. ومقادير الكيك: 6 بيضات، 250 جرام سكر دميريرا بني، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 250 جرام دقيق، 100 جرام زبدة مذابة، 1 معلقة كبيرة بشر ليمون. وعندنا شربات النعناع والليمون، هيكون 150 جرام سكر، 4 عصير ليمون، 75 مللتر مية، وربع كوب أوراق نعناع. وبعدين عندنا كريمة زبدة الليمون والنعناع، هيكون 200 جرام زبدة، 400 جرام سكر بودرة، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 2 بشر ليمون، وربع كوب أوراق نعناع. نبتدي بالكيك. الكيك دي زي ما احنا شايفين ما فيهاش لا بيكنج باودر ولا بيكنج سودا، فاللي هنعتمد عليه ان هو يرفع الكيك هيكون الطريقه اللي هنضرب بيها البيض والسكر. لازم نضربهم لحد ما يوصلوا لدرجه الشريحه ان هم يبقوا تخان ولونهم يبيض خالص، وده هو هيكون الهواء الوحيد اللي احنا حطيناه جوه الكيك عشان ترتفع. ما عندناش اي مواد كيماويه حطيناها زي البيكنج باودر او البيكنج سودا. فنبتدي نضرب البيض والسكر. بالنسبه لشربات النعناع، احنا هنحط كل المقادير على النار مع بعض. هنحط السكر والميه وعصير الليمون واوراق النعناع. زي ما احنا شايفين ده بقى الملمس بتاع البيض والسكر، وهو ده الملمس اللي احنا عايزينه. وطبعا هو لونه على باش شويه لان احنا مستعملين السكر البني مش سكر ابيض. لو سكر ابيض كان هيبقى لونه فاتح تماما. دلوقتي هنحط بشر الليمون، وهنحط نص الدقيق، ويفضل ان احنا ننزله بالمصفى بالشكل ده علشان ما يهبطش خليط البيض والسكر مره واحده. وهنقلب بالراحه خالص. اوكي ونحط الفانيليا، وبعدين بقيه الدقيق. ونقلب بالراحة. وقبل الفانيليا وقبل الدقيق ما يختلط 100% بالكيك، هنحط آخر حاجة اللي هي الزبدة المذابة، ونقلبها مع خليط الكيك. العسل كده خلاص أو الشربات كده خلاص. بعد كده هنحتاج نصفيه من أوراق النعناع، لأن أوراق النعناع لونها بيسود لما بتتحط كده على النار، فمش هيبقى شكلها حلو على الكيك. ونخلط لحد ما كل حاجة تدخل مع بعض. نتأكد إن احنا ناخد من تحت علشان الزبدة ما تنزلش تحت وما تختلطش مع الكيك. أوكي، كده خليط الكيك جاهز. هنحطه في قالب الكيك. وهندخلها الفرن على 160، وهتقعد في الفرن حوالي 30 أو 40 دقيقة. هنحط الزبدة.
وهنضربها شوية علشان تبقى هشة، ونضرب معاها من الأول النعناع والليمون، وممكن كمان نحط الفانيليا. نطلعها من جوانب وقاع البول ونحط السكر. ونخلطهم مع بعض. وبكده نكون خلصنا الفروستينج. وده بيكون شكل الكيك بعد ما بتطلع من الفرن. وأول ما بتطلع من الفرن وهي لسه سخنة، بنحط عليها الشربات اللي عملناه بالليمون والنعناع ونسيبها لحد ما تتشربه، وبعد كده نشيلها من القالب.